خليه يسحب خليه يسحب. كيف طمر قدام. بس تحس بدها تطمر اعطيها براحتها. خليها تطمر. ما شاء الله. نبي الطمرة نبي الطمرة. هتطمر؟ طب بس تطمر بتجرح الخيط ها؟ لا والله العظيم. يعني خليها تطمر بالراحة. يلا تيك اوفر تيك اوفر. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله الدايم. عاش. إذا في طمر احكي لنا ها؟ راح تطمر ولا لا؟ تعبت ها؟ أكيد بس توصل لتحتين راح تسوي الأكشن. ها؟ هاي 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 طفح. تكفى تكفى. في واحد وصاني على أمانة أنت والسناوة مع بعض. صدق معها أبو سند. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. البلد ها البلد 100% البلد هي بطلع وبنزل بالماي. جيب الصفرات قد ما سحبة تنطط. ضلع اي ضلع ضلع. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله خوش اكشن. يسعد صباحك. اي لا تعطيها. قلت لا تعطيها. لا تعطيها. اي تقص. قلت تعطيها. ذكرتني بالموقف والله. شوف لما اجي اسحبها من البحر لا اطيح انا وياها. حلو. آه ما شاء الله ما شاء الله. وين اروح وين اروح. اسمع الطرف كان احنا بحر. اسمع الطرف تكفى وانا اروح. انت 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 لازم نحول لايف عليك. الو انا طحت تليفونك يا حمدي. بس البيبسي لا يطلع بدي. ما شاء الله ما شاء الله. لا اعطيها اعطيها قربها وانا برفع ما عليك. هذا مو تيكي اوبر اللي معاي. ها اي واحد هذا ولا فيه هندي. يلا قبل قبل. ما شاء الله. قبل. فيك تعطينا الجزء ولا صعب؟ الوالد ما له خلق. كمل كمل
شاء الله. ما شاء الله. بس ما تقدر تستاهل تحمل. صارت معنا هيك والله. فاتح لايف يابا فتحت لايف وصار الاكشن. قصت تعرف عم نطها قصت؟ هذا عيب الهندي. خلاص ابو حمدني عم نطها هذه قصت. هذا عيب الخيط الهندي. شوف ما شاء الله الحجم قد ابو عوس. ها قد ابو عوس. عارف شوف من قصه شو نسوي الحين نبدا ابوها. شوف ها من قد ما نطط تجمع هذا عندكم ولا لا؟ خذ طلع معك. ابو عمل اه سناره وصلت وصلت. امسك امسك. خليها هي تسلى عليها. ولا كيف تسلى عليها؟ تسلى عليها. تعال حمد تعال تعال. يلا تعال. يعني اخذ الجزه واروح. روح روح تكفى. لايف علينا ابو عون. علينا علينا حبيبي. تي فورس شو اسمه سفكس. شلون بدك تقلب هاي؟ لا والله يا شباب الاكشن عجيب. على السوفكس قص الخيط، الخيط الهندي قص، الضلع صمدنا فيها طبعا مو قاعدين نعطي يا دوب فاتحين ماكينه. تكوبا ابدع. لا لا ضلع ضلع. شنو حاط لي؟ بياح بس قاعد اقص الراس ودي خلنا نشك السناره ونغديها على السريع. Thank you.
اطلب ما فيه وما يدير احسن. اللي بنقص اي خيط بنقص بطلع برا. يعني ضايل سنارتين هيك صح؟ اه. طب يلا خذ هاي. صغير ضربت سلامتك. ما تحسبهاش معها ها؟ يلا خذ اخر قطعة. الحين عطها دقائق بإذن الله يرجع لك. هذا بدون ما يدي كلهم بدون ما يدي. وش ضرب التنتين؟ تنتين قص. يعني في قص صوب الثاني ها؟ لك تسحب اللي ورا تجيبه وتجيب. وين رايح؟ جميدات. ليه؟ لقيت؟ صح صح نمشي نسيت القاعدة صحيح. اه يسار شكلها خوذة ضربات؟ والله ما متنام خفيف تنسى خليهم من الوقت تعبوك هيك من شو الجاب روحه هيك وين المكان بالبحر يا شباب هذا البحر شلونك الحمل يلا حيا يلا حيا تعال ابو هون هذا تعال هون يلا خذ راحتك عليكم السلام ورحمة الله اسمع ولا هاي بحر هذا الجنوب الجنوب يا شباب الجنوب بس ما بقدر احكي وين المكان بالضبط لانه ممنوع صباح الخير يسعد صباحك يا حبيبي شباب طبعا ماشيين لمينا السينير قاعد بلم ماشيين بس اخر قطة يعني حبينا نكشنها اخر قبل ان نمشي الزور شنو افضل طعم للصيد بياح زوري روبيان بس روبيان خليه بالشتاء احسن بس هذا المكان قاعد استعمل روبيان وطلعنا نقاقه وديتها البحر شفتوها اتوقع روبيان سعودي اي روبيان سعودي وعجين جربنا ما ضرب شيء
يعني مو مبين لا مزيزي ولا سبيط ولا شيء، اذا موجود مبين على عجل. شنو صايد حملني؟ ينم شعبي قالوا الصغير وديته ابراهام اطلع قفقفان واحد او اثنين بس هذيلهم. طبعا طلع كذا كان مصور على صورناه على البرنامج الاصف موجود بالرابط اللي يبي يشوف حياه. بس طبعا كان دنيا ليل فما كنا نصور الاكشن كامل يعني لقطات. كم قياس الخيط اللي بالسنارة؟ قياس الخيط اللي بالسنارة 50 تيكوبرا، سعر الخيط 3 متوفر عندي. والمنطقة الجنوب الجنوب بجدة بجدة. إذا جاي إذا جاي جيب عاد. في سبيطي هالمكان يا كتب السبيطي بس مو مبين. شايفين هذه اللي قدامنا الصخرة تحتيها في فتح، هذه كلها بوليد بس مو مبين، صار لفتة مو مبين. قفال ولا شكه خبيم؟ شعري واحد